الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في هذا اللقاء من برنامج حكايات شعرية. سأل يوماً عبد الملك بن مروان عن أشجع الناس شعراً فقيل عمرو بن معدي كرب فقال كيف وهو الذي يقول فجاشت إلي النفس أول مرة وردت على مكروهها فاستقرت قالوا فعمر بن الإطنابة فقال كيف هو الذي يقول وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي قالوا فعامر بن الطفيل قال كيف هو الذي يقول أقول لنفس لا يجاد بمثلها أقلي مراحا إنني غير مدبري قالوا فمن أشجعهم عند أمير المؤمنين قال أربعة عباس بن مرداس السلمي وقيس بن الخطيم الأوسي وعنترة بن شداد العبسي ورجل من بني مزينة أما عباس فلقوله أشد على الكتيبة لا أبالي أفيها كان حتفي أم سواها وأما قيس بن الخطيم فلقوله وإني لدى الحرب العوان موكل بتقديم نفس لا أريد بقاءها وأما عنترة بن شداد فلقوله اذ تتقون بي الاسنه لم اخم عنها ولكن قد تضايق مقدمي واما المزني فلقوله دعوت بني قحافه فاستجابوا فقلت ردوا فقد طاب الورود وهل سمعتم اخوه المشاهدين عن رجل باع اسمه انه ثابت بن جابر وكان يلقب بتابط شرا وكان اسمع العرب وابصرهم واكيدهم اشتهر بالعدو والغزو لقي تأبط شرا رجلا من ثقيف يقال له أبو وهب وكان جبانا أهوجا وعليه حلة جيدة فقال أبو وهب لتأبط شرا بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت كما أرى دميم ضئيل قال باسمي إنما أقول ساعة ما ألقى الرجل أنا تأبط شرا فيخلع قلبه حتى أنال منه ما أردت فقال له الثقفي أقط قال قط قال فهل لك ان تبيعني اسمك؟ قال نعم قال فبما تبتاعه؟ قال بهذه الحله وبكنيتي قال له افعل ففعل وقال تأبط شرا لك اسمي ولكنيتك واخذ حلته واعطاه طمريه ثم انصرف وقال في ذلك يخاطب زوجه الثقفي الا هل اتى الحسناء ان حليلها تأبط شرا واكتنيت ابا وهبي فهبه تسمى اسمي وسميت باسمه فأين له صبري على معظم الخطب وأين له بأس كبأسي وسورتي وأين له في كل فادحة قلبي رواية الشعر إخوة المشاهدين لها آدابها التي يجب الالتزام بها ومن ذلك عدم نسبة الشعر إلى غير أهله أو الزيادة فيه أو النقصان وفي هذا الشان قال بعض الرواه كنا في دار أمير المؤمنين المهدي بعيسباذ وقد اجتمع فيها عدة من الرواة والعلماء بايام العرب وادابها واشعارها ولغاتها اذ خرج بعض اصحاب الحجاب فدعا بالمفضل الضبي الراوية المعروف فدخل فمكث مليا ثم خرج الينا ومعه حماد والمفضل جميعا وقد بان في وجه حماد الانكسار والغم وفي وجه المفضل السرور والنشاط ثم خرج حسين الخادم بعدهما فقال يا معشر من حضر من اهل العلم ان امير المؤمنين يعلمكم انه قد وصل حمادا الشاعر بعشرين الف درهم لجوده شعره وابطل روايته لزيادته في اشعار الناس ما ليس منها ووصل المفضل بخمسين الف لصدقه وصحه روايته فمن اراد ان يسمع شعرا جيدا محدثا فليسمع من حماد ومن اراد رواية صحيحة فليأخذها عن المفضل، فسألنا عن السبب فأخبرنا ان المهدي قال للمفضل لما دعا به وحده اني رايت زهير بن ابي سلمى المزني افتتح قصيدته بان قال: دع ذا وعد القول في هرمي ولم يتقدم له قبل ذلك قول فما الذي امر نفسه بتركه؟ فقال له المفضل ما سمعت يا امير المؤمنين في هذا شيئا الا اني توهمته كان يفكر في قول يقوله أو يروي في أن يقول شعرا فعدل عنه إلى مدح هرم وقال دعذا أو كان مفكرا في شيء من شأنه فتركه وقال دعذا أي دع ما أنت فيه من الفكر وعد القوم في, في هرم فأمسك عنه ثم دعا حمادا فسأله عن مثل ما سأل عن المفضل فقال ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين قال فكيف قال فأنشده لما الديار بقنة الحجر أقوين مذ حجج قفرا بمندفع النحائت من ضفوى أولاة الضال والسدر دعذا وعد القول في هرم خير الكهول وسيد الحضر فأطرق المهدي ساعة ثم أقبل على حماد فقال له قد بلغ أمير المؤمنين عنك خبر لا بد من استحلافك عليه ثم استحلفه بأيمان البيعة وكل يمين محرجة لا أنه عن كل ما يسأله عنه فحلف له بما توثق منه ثم قال له اصدقني عن حال هذه الأبيات ومن أضافها إلى زهير فأقر له حينئذ أنه قائلها فأمر فيه وفي المفضل بما أمر به من شهرة أمرهما وكشفه ونقد الشعر ليس يستقيم دوما ولا يعرف الخطأ فيه ويرده إلا ذو العلم والتمكن في اللغة ومن ذلك أنه وصل إلى حضرة سيف الدولة رجل من أهل بغداد يعرف بالمبحث وكان يقر على العلماء والشعراء بما لم يدفعه الخصم ولا ينكره الوهم فتلقاه سيف الدولة باليمين وأعجب به إعجابا شديدا فقال يوما أخطأ أمر القيس في قوله كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيل يكري كرة بعد إجفالي وهذا معدول عن وجهه لا شك فيه فقيل وكيف ذلك قال إنما سبيله أن يقول كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيل يكري كرة بعد إجفالي ولم أسبأ الزق الروية للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي فيقترن ذكر الخيل بما يشاكلها في البيت كله ويقترن ذكر الشرب واللهو بالنساء ويكون قوله للذه في الشرب اطبع منه في الركوب فبهت الحاضرون واهتز سيف الدوله وقال هذا التهدي وحق ابي فقال بعض الحاضرين من العلماء للمبحث انت اخطات وطعنت على القران ان كنت تعمدت فقال سيف الدوله وكيف ذلك قال قال الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وعلى قياسه يجب أن يكون لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ ولا تعرى فيها ولا تضحى وإنما عطفهم رؤو القيس بالواو التي لا توجب تعقيبا ولا ترتب ترتيبا فخجل وانقطع وللشعراء أعزائي المشاهدين في عهد الدعوة حكايات تتضمن دخولهم في دين الإسلام ومنها أن كعبا وبجيرا بن زهير ابن أبي سلمى أدركا الإسلام وأتى بجير النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فكتب إليه كعب ألا أبلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت بالخيف هل لك سقيت بكأس عند آل محمد فأنهلك المأمون منها وعلك فخالفت أسباب الهدى وتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره هذا فتوعده ونذر دمه فكتب بجير إلى كعب يخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجلا ممن كان يهجوه وأنه لم يبق من الشعراء الذين كانوا يؤذونه إلا ابن الزبعري السهمي وهبيره بن ابي وهب المخزومي وقد هربا منه فان كانت لك في نفسك حاجه فاقدم عليه فانه لا يقتل احدا اتاه تائبا وان انت لم تفعل فانجو بنفسك فلما ورد عليه الكتاب وضاقت عليه الارض برحابها وارجف به من كان بحضرته من عدوه فقال قصيدته التي اولها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غضيض الطرف مكحول وفيها يقول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده وأنشده شعره فقبل توبته وعفى عنه وكساه بردا فاشتراه منه معاوية بعشرين ألف درهم وفقنا الله واياكم الى التوبه النصوح وصالح العمل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته